السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بخصوص السؤال عربيتي فابريكا وفيها بقع دهان، المقصود بالبقع هنا يعني بقع دهان كبيره، يعني هو بصراحه احنا ما شفناش البقع ولكن ادام العربيه آآ آآ يعني حضرتك بتقول ان هي فابريكا ما رشتش قبل كده ولقيت ظهر فيها بقع حاجه زي آآ آآ بطش كده او حاجات مسوده تحت الورنيش يعني ودي غالبا هتلاقيها في معظم الالوان ولكن بتكون ظاهره اكتر في الالوان الذهبي او الفضي او كلام من ده بتكون حتت غامقه تحت الورنيش ايه دياً وايه طرق علاجها يعني بتتعالج ازاي وهي عباره عن ايه؟ آه طيب آه آه احنا ان شاء الله هننقل يعني آه تجربتنا مع الموضوع ده وعلاجه تم قصاد مننا ازاي يعني وهو اصلا ايه؟ المشكلة دي هتلاقيها في الغالب كده في المسطحات سقف شنطة كبوت وكلام من ده لان دي اكتر حاجة يعني بتكون عرضة ان هي بتخزن الرطوبة او الرطوبة تنزل عليها يعني او, أو كلام من ده المهم هي رطوبة دي بتكون رطوبة محتاجة ان هي آه تطلع وممكن تكون المشكلة عندك حاجة غير كده هو يعني احنا نقولك على علاج ممكن تمشي عليه ممكن ما, ما تكونش هي ولكن احنا هنقول اللي حصل قصاد آه عينينا تم ازاي وعلاجها تم ازاي آه آه العلاج اللي تم معاها كانت رطوبة آه عن طريق التسخين البلاور انتوا عارفين الاستشوار الحراري اللي هو الهيتر آه بدأ انه يتسخن على المكان البقعة دي بدأ انه يتسخن عليها لدرجة عالية جدا وفعلا الرطوبة والمكان واللون رجع لطبيعته ولكن آه انتباه هنا بقى ليه لان اللي عمل الحركه دي يعني قصاد مني بصراحه انا شفتها بعيني حقيقي يعني كانت عربيه اخ كريم واخ كريم يعني الحمد لله عالج المشكله فعلا وقال ان هي مشكله رطوبه وبفضل الله فعلا عالجها وجاب الهيتر وقعد يسخن ولكن كانت عربيه كانت عربيه فعلا عربيه فابريكا عشان ما حدش يقابل حاجه زي كده ممكن تكون هي مشكله حاجه تانية ويجي يسخن عليها تكون هي عليها معجون يلاقي المعجون يئب او حاجه احنا عارفين العربات الفابريكا اصلا بتتعرض لدرجه حراره عشان الورنيش اللي عليه ينشف ممكن ل 150 لغايه 200 درجه مئويه فبتعرض لدرجه حراره عاليه فعشان خاطر كده هو كان عارف وهو بيسخن ان ان المكان ده هيستحمل معاه السخونه العاليه دي لدرجه ان انا شفت بعينيا وهو شغال الصاج نفسه وهو بيسخن لعب كانت في شنطه كانت مشكله في شنطه وبدا وهو بيسخن الصاج نفسه لعب انا استغربت قلت له ده, الصاج نفسه لعب قال لي لا ما عادي جدا وبالفعل الصاج رجع لطبيعته تاني لكن الكلام ده كان من زمن ف أه سامحوني بقى معلش مش فاكر هو دلق ميه على الصاج او سابه يبرد لوحده وهو فرد الصاج لوحده، يعني لو حد من اخواننا بقى السمكريه او حد من اللي في النقطه دي ممكن يسيب في التعليقات أه الصح ايه ان هو يحط ميه على الصاج عشان الصاج يرجع لطبيعته ولا هيسيبه وهو يرجع وهو بالفعل الصاج رجع لطبيعته تاني وما بقاش فيه اي مشكله، يعني عايز اقول لك ان هو سخن لدرجه حراره عاليه جدا، ولكن هي شغلة حد محترف يعني هو عارف هو بيعمل ايه وعارف بيسخن ازاي ولان كتر السخونه دي حتى لو هي عربيه شركه وفابريكا ممكن التسخين دون يبوظ الدهان ويخلي الدهان يقوم وممكن يبوظ اللي... الله اعلم ممكن يبوظ الزج او لا ولكن ممكن يبوظ الدهان يلسع الدهان فهي مش حركه اي حد يعملها لكن تكون عارف ان دي غالبا بتبقى مشكله رطوبه متخزنه آه على الصاج آه آه الدهان نزل عليه الورنيش نزل عليها بدا ان هي بعد فتره الرطوبه دي تظهر وتعمل البقعه اللي موجوده في في الدهان دي عن طريق بقى التسخين بدات ان الرطوبه دي تطلع آه بس مش عارف لو ريت حد يفيدنا في النقطه دي انا مش عارف برده بصراحه ومش فاكر ان انا سالته هي طلعت اخترقت يعني الورنيش وطلعت ولا هي اتبخرت من الصاج ولا ايه مش عارف لو حد برضك عارف في النقطه دي يفيدنا ولكن هي اللي هو قال ان هي رطوبه وهتطلع وبالفعل هي رطوبه وبدات ان هي تطلع ومبقاش فيه اي حاجه اطلاقا ولا كان كان في اي حاجه والدهان رجع لشكله الطبيعي وكده المشكله مش ترجع تاني ان الرطوبه بالفعل تم التخلص منها غالبا يعني والله اعلم ف كانت حاجه تجربه كويسه فان شاء الله دي هتكون حل يعني مشكلتك ولكن محتاجه حد مختص يعني حتى حد بتاع دهان سيارات ليه هيراقب الدهان وهو بيسخن ممكن الدهان يجي يفوش هيضطر يبعد شويه يقرب له شويه هيكون عارف اكتر تاثير الدهان وبرضك يعني عن تجربه برضك كده حاجه من ضمن برضك الحلقه دي كده يعني كانت دي كانت تجربه احنا انتوا عارفين احنا بنحب نجرب اي حاجه كانت قطنه بتنر وحطيناها على الدهان كان لون فضي وسبناها على الدهان فترة معينة بعد شوية شلنا القطنة نشوف النتيجة لقينا الورنيش ما او حاجة تقريبا سبناها بتاع دقيقتين ثلاثة او خمس دقايق الورنيش كان شديد ما فوش ما اي حاجة ولكن الورنيش حصل فيه زي ايه عاوز يقول حاجه اللي هو لو هتسحقه هتلمعه او لو هتلمعه بس هيروح مفهومة كده تمام ولكن الدهان تحت منها في الفضي مكان القطن دي بالظبط كده عمل سواد اغماء تمام كده كده اللون يعني ولا صح ولا تلميع هيعمل فيه حاجة فسبناها شوية قيمة ساعة كده او حاجة لقينا اللون رجع لطبيعته تاني ايه بقى اللي حصل هنا برضو يعني ممكن يكون التنر غمق في اللون ولكن رجع لطبيعته برضك لو حد عنده فكرة بالموضوع ده يعني حبينا نشارككم بس كده حاجة بسيطة بس ولكن عامة ان شاء الله هي رطوبة تطلع بالتسخين يا رب يكون الاجابة بامر الله يعني تعالج لك الا واللي عنده اي اضافة يسيبها في التعليقات وما تنسوناش في الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته